شو اخبارك؟ هلا دكتوره شلونك اليوم؟ شنو رايك بالموعد العياده؟ احكي بصراحه شو شفتي. خبل دكتوره عاشتيدش والله كلش ارتاحت من اجيتك. ان شاء الله حبيبتي دكتوره. التهابات اللثه عرفناها شلون نعالجها، اسنانك بصوره عامه جيده الحمد لله. زين انت جيتي اعطيناك معلومات عن التغذيه عن الفيتامينات. الحمد لله والله عاشتيدش دكتوره والله كلش استفاديت. تسلمي لي. مثلا عرفنا انه فيتامين دي 3 وكي كلش مهم للأسنان. شنو قلت لك على كيتو؟ إنه يقوي الأسنان ويقوي العظام. هم صحيح العظام أيضا. أسنانك فترة مثل تتفتفت أو تتكسر. إيه تتكسر. كنت أنا وقاعدة يعني ينكسر يوقع. أنت مسوية مثلا عملية تكميم المعدة أو نعم سويت. حسيتي أثر شوية على الفيتامينات؟ أثر هواية والله، هواية أثر على الفيتامينات قص المعدة. يعني تنصحين الناس أنه إذا يريدون يحافظون على صحتهم وأنه ما تصير عندهم استنزاف فيتامينات، وإذا قدروا يسوون دايت بدون قص معدة مو أفضل؟ نعم والله دكتورة كلش أفضل. أي والله صحيح. وإحنا هسه كتبنا لك مجموعة فيتامينات على مود الأسنان. نعم. وقلتي لي أريد دكتورة. تدللين. قلتي لي تريدين تغيرين القالب مال أسنان. كان إيش نصحتك؟ قلتي لي لا كلش حلو. شوف الأسنان الحلوة والله حلوة صراحة. أي والله قلتي لي كلش حلو ما بيهم شيء وما يحتاجون تغيير. عاشتي ذش والله. طبعاً أنا أقدر أقول لك غيريها بس هدف إحنا مو مادي. هدفنا إنه ترتاحين. أي والله. فأسوي لك مجرد علاج الأسنان. اي والله عشتي علاج اللثه، تتنظف اللثه. وسرقون ما بي شيء حاليا، ما شفت فيه مثلا كسورات او شغلات. الحمد لله. عندك جزء مكسور بعض الاسنان. أي. من هاي الجانب. أي. هاي تقدرين تلزقيها. قلت لك عندنا فرع ببغداد ممكن. أي. صحيح دكتوره بلغتيني. ممكن تراجعين واذا انت باربيل تجين. اهلا وسهلا. ان شاء الله حبيبتي. الله يسلمك. ان شاء الله تشوفين الف عافيه حبيبتي. الله يعافيك.